تخصص الطب النووي هو تخصص كلينيكي، واحدة من التخصصات الكلينيكية، ليس فقط للتصوير كما يعرف الناس يعني، إنما هو للتصوير والعلاج. تصوير والعلاج. تصوير والعلاج، نعم. يعتمد على المبدأ بأن احنا ندخل مواد مشعة مربوطة بأدوية معينة في الجسم. أكثر طريقة نستخدمها أن احنا نحقن المادة هذه في الجسم، لكن ممكن استنشاق هذه المادة مثل فحوصات الرئة، ممكن بلعها على شكل كبسولات في حالة اليود المشع مثلا. الهدف أنك أنت توصل هذه المادة إلى نسيج معين أو عضو معين. مثلا أنا أحقن مادة معينة توصل لعضلة القلب، فأعرف العضلة هذه تتروى زين بالدم ولا فيها نقص في تروية للدم يعني. يعني ممكن عضلة القلب تعرف أنها كانت بسبب إيه؟ نعم، نقص تدفق الدم من الشرايين التاجية، فأنا أعطي مادة مشعة، المريض يسوي مجهود، فإذا صار مجهود يحتاج أن القلب يحتاج دم أكثر، فبالتالي المادة تروح للأماكن هذه ويبرز الضعف وين، يبرز النقص وين، فنقدر نعرف وين العضلة، عضلة القلب اللي ما يوصل لها دم زين. نفس المثال ممكن يكون على وظائف الكلى إذا في انسداد، أو وظائف الكبد في الإفراز، أو كذلك في حالات الجلطة الرئوية نقدر نعرف إذا في نقصان في تدفق الدم أو في دخول الهواء، في مشكلة في التنفس. ففيها استخدامات عامة وليس سرطانية يعني، مثل ما دائما يشاع. لذلك بعض الناس في السابق كتاريخ للطب النووي، طبعا أحب أنوه أن الطب النووي يعني من بداية الستينات موجود بالكويت، وإحنا من الدول فعلا الرائدة في الطب النووي بكل فخر يعني. الكويت من الدول الرائدة في منطقة الخليج والدول العربية، إذا مو في آسيا وتنافس أيضا. فأحب أقول أن هذا التخصص يخدم أيضا أمراض السرطان. فمثل ما إحنا نستهدف أنسجة وأنظمة موجودة في الجسم، نظام التنفس، نظام القلب مثلا، الجهاز التنفسي، لا نستهدف الآن أنسجة سرطانية مثلا. عندنا مواد معينة فقط تروح لمرض سرطان البروستاتا، أو تروح فقط لأمراض الثدي، فبالتالي أنا أقدر أقيم المرض، أعرف المرض وين واصل، ونفس الوقت أقدر أعرف إذا بعد الكيماوي استجاب ولا ما استجاب. إذا أنا مو بس أبين المرض وانتشاره، أبين إذا خذ جلستين يرجع لي وأقول له اللي شفته قبل راح ولا ظل، فبالتالي أنا أقيم استجابة الدواء. ساعات أقول له لا والله المرض موجود والدواء ما فادك، يا ريت الدكتور يغير لك المرض. فصرنا إحنا وسيلة لتغيير أنواع العلاج أيضا. يعني نقدر نقول